كمان امبارح توجه سيادة الرئيس بالتهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: يسعدني أن أتوجه بالتهنئة خالصة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، عاده الله على مصر بكل خير، وهذه المناسبة هي فرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة. وتابع سيادته: لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر. السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية هنأت يوم أمس الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. قالت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: أدعو الله في هذه المناسبة أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصري، وأن يعم الخير والسلام على وطننا الغالي مصر. كمان امبارح كان في أخبار تانية مهمة، زي اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وكمان الاجتماع اللي عمله الدكتور مدبولي لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشركات الخاصة. في أخبار مهمة كتير حصلت امبارح، منها اللقاء اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، واللي تم فيه بحث ملفات التعاون القائم ومقترحات التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأعرب دكتور مدبولي عن سعادته بالتوقيع بين الجانبين على مذكرتي تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع اللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة ما بين الجهاز والشركات الخاصة. امبارح كمان رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه عدد من المشروعات المقترحة من مجموعة الدعو، وقال دكتور مدبولي إن الحكومة حريصة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين وتذليل العقبات اللي ممكن تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم أو الدخول للسوق المصري.